شاء الله. فيديو اللي بعده. دي اكسجين ميرور بتاعتنا. وحش ما شاء الله. مين ما شاء الله. ثم بيقولوا بودي بيلدرز ما بيعرفوش يعملوا فاكيوم والميد سكشن بتاعتهم ضعيفه. ما شاء الله صحيح. بادي كلاسيك بادي بيلدينج. بس هو بادي بيلدينج بس كلاسيك. وحش تراي ما شاء الله. شريف شيوي از باك. ده كل اللي هنقوله. وبمستوى عمره ما حصل قبل كده. ولسه ده اول ماتش لينا في السيزون يا جماعه. ستاند باي هتشوفوا الرود تو ذا برو كارد. وما يهمنيش النتيجه بتاعت الاسبوع اللي فات عشان احنا يهمنا راي الناس قالوا ايه والحكام نفسهم قالوا ايه. عايزين نسمع رايهم. انا عايز اتفرج ديسكواليفايد يعني بس. عشان عرق على المسرح الهيد جادجز قالوا انه وي دروبت هيم تو 6 بليس عشان عرق. اما الثلاث حكام التانيين انا سائلهم بنفسي they all said كان في التوب 3 اذا مش اول. في واحد حطه اول واحد حطه ثاني واحد حطه ثالث. الهيد جادج هو اللي عمل ديسكواليفيكيشن عشان السوات بس سيد بيرفكت فيزيك. انا شايف صراحه انه بيرفكت فيزيك. وعايزين نسمع رايكم يا جماعه.